قلت لي بقى بالصلاة على النبي كده، دي عملية ايه؟ عملية زايدة يا دكتور. زايدة ولا ناقصة؟ حلاوتك يا محاسن، شكلها هتبقى ليلة زي الفل. انا بس عايز ايه؟ عايز اشوف الزايدة دي يمين ولا شمال. ثانية واحدة، خدناها في سنة تالتة دي، بس الواحد زي ما تقول بقى ايه؟ بينسى. والله اعتقد يا دكتور ان الزايدة تبقى على اليمين. دكتور دي عدم اللامؤاخذة بتبقى شمال. يمين يا محاسن. طب وحياتك بتبقى شمال يا دكتور؟ شاع دكتور. ايوه جيت في وقتك عوض. بقولك ايه، ما تعرفش الزايدة دي بتبقى يمين ولا شمال؟ طب تقالي كده، الزايدة بتبقى في النص. في النص في النص يا عوض يا عوض. بقولك الزايدة يا عوض، ما تركز معايا. اسمع كلام انا يا دكتور والنعمة، زي ما بقولك كده، ازاي ده شمال عدم اللامؤاخذة؟ والنعمة انت اللي شمال يا محاسن. ليلتنا عناب. طب انا بقول ايه، احنا نفتح قيصري وندور عليها براحتنا. علي النعمة، الراجل ده بيقول كلام زي الفل. يلا على البركة. يلا محاسن، شغالي بقى الكاسيت عشان الواحد يشتغل بمزاج، وهتيجي المشرط الكبير من عندك. من عينيا يا دكتور. تسلم لعيونك يا غزال. اديك جلوكوز بالجوز، اديك تعمل اراجوز، اديك جلوكوز بالجوز، اديك تعمل اراجوز، اديك بيتادين في الواوا، اديك وهتبقى حلاوه، اديك بيتادين في الواوا، اديك وهتبقى حلاوه. يا راجل عيب عليك بقى. ايوه ايه ده يا محاسن، يخرب بيتك وبيت سنينك، ما تحمدي شويه بقى. الله، عجبك كده؟ اهو الشاي وقع في قلب العيان، اعمل ايه انا دلوقتي؟ يو حقك عليا والنبي يا اخويا. انا قلت لك بلاش البت دي، قلت لك بلاش البت المزهوكه دي، انا عارفها. عوض قاعد من ورا يلعب لها في ودانها، وهي قاعده يعني مش طريق الشغل دي الحقيقه، يعني دي بقت مليطه يا محاس. بس بقى انت كمان، بس بقى. الله، لحسن والنعمه اديك بالمشرط ده في وشك. ايه ده؟ الله، خلينا نشوف فين ام الزايده دي عشان نخلص بقى. دي ايه الليلة السودة دي؟ طيب اما حاسم. نعمين يا دكتور. هاتي البتاع ده اللي عامل كده، البتاع ده اللي عامل كده، مش فاكر اسمه ايه. ده يا اخويا. ايوان هو البتاع ده. وانت ايش الدبانة دي عقبال ما اتكلم في الموبايل. طيب ايوة الزمل. بص بقى، انا فتحت بطن العيان فايه مش لاقي الزايدة او النعمة. خليك معايا بقى كده واوصف لي هي فين بالظبط. بس بقى بس بقى، هياخد باله. البنكرياس في ايدي اهو. ده الطحال يا دكتور. ايه؟ ده باين طحال. طب استنى كده، اهو البنكرياس اهو، اعمل ايه بقى؟ يو ده الكبد يا دكتور. يا دي النيله، عجبك كده محسن؟ اهو زفلط وقع مني. استنى زمل، خليك معايا ثواني. معلش انت يا ابني، هات لنا البتاع اللي وقع تحت ده. وانت عامل ايه؟ مش زي المدام والاولاد؟ طب عال عال عال، يبقى خلينا نشوفك بقى. شكلي كده مش لاقي يا دكتور. ايه؟ يوه، يبقى مفيش غيرها القطه بنت تلاقيها كلاته.